بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني اهلا يا ولاد بابا فرحان جايب لك يا علشاني اهلا يا بنات بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لك يا علشاني اهلا اهلا يا اولاد اهلا اهلا يا بنات اهلا اهلا يا اولاد اهلا اهلا يا بنات بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لك يا علشاني بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لك يا علشاني انا شفت الحلاوة قدامي اكلتها حسبتها علشاني لا لا ما يصير انه احد ياخد حاجة ما هي حقته وكمان ما يصير انه يفرط في حاجة هي حقته الشر لازم له نهاية والخير علي دايما يسود وادفعنا عنه أغلى غاية حب الوطن ماله حدود بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لك يا علشاني بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لك يا علشاني بعد كده أخذ المنظم الأغراب وسكنهم في بيت أبوه المنظم السابق الله يرحمه الله يرحمه وحيقعدوا هناك مع حكيم الجزيرة علشان يقرأ الكتب لحد ما يعرف دي بلدهم فين علشان يرجعوا بس جلوسهم في الجزيرة مخالف القانون الجزيرة والله معاك حق يا أخي المنظم ليه خالف القانون انتوا عارفين هذه تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الجزيرة يا جماعة وش تبغوا يسوي يرميهم في البحر يعني طبعا هذه ما هي مشكلتنا مشكلة الأغراب وبس يا حبيبي يا حبيبي احنا في جزيرة لا مشكلة يعني ولله الحمد ما عندنا مشاكل أبدا الأهم من كده لما يجوا يسافروا حيسافروا بإيه؟ ما هي صعبة يا حبيبي أكيد بسفينة طبعا ما عندنا ولا سفينة زايدة أكيد راح يعملوا سفينة ومين اللي حيعمل لهم؟ طبعا ما هو إحنا لأنه إحنا ما نشتغل مع أغراب هذا اللي أبغى أقوله وضح كلامك يعني لو الأغراب جلسوا في الجزيرة لازم يشتغلوا علشان يأكلوا ويشربوا بس يا ترى راح يشتغلوا ايه ومع مين نشتغل طبعا يا بابا فرحان انتوا لازم يكون ليكم عمل في الجزيره يا ابو يا اسمك انت احنا قلنا لك ما رايحين نعيش في بلدكم هنا رايحين نرجع بلدنا انا عارف يا سيد السرحان انا عارف بس انتوا رايحين تجلسوا
تجلسوا الكام يوم هذا هنا الا نعرف طريق بلدكم. على فكره باب فرحان، انتوا عندكم فلوس علشان تجلسوا اليومين هذه هنا؟ من فين الفلوس؟ كل شيء راح بعد ما غرقت السفينه. كل شيء راح؟ طب من فين رايحين تاكلوا وتشربوا؟ الله، احنا ضيوفكم يا اخويا ولازم انتوا تكرمونا. الحقيقه جد سرحان، قانون الجزيره بيمنع استضافه الاغراب. يا ابويا هلكتنا بقانون الجزيره حقتكم دي. جزيره جزيره وايه؟ لو سمحت يا جد سرحان لا تغلط على قانون الجزيره والجزيره. يعني احنا رايحين نشتغل هنا؟ الحقيقه هذه هي المشكله. مشكله؟ ليه؟ لان قانون الجزيره يا بابا فرحان ما يسمح بعمل الاغراب. اقول لك واخرتها معاك، كل ساعه وانت جايني بشيء جديد. كيف لازم نشتغل وما نقدر نشتغل؟ والحل طيب يا جد سرحان، يا جد سرحان، طب انا جاي علشان نفكر في حل. شكلها كده يا ابويا ما لها حل. على العموم انا والسيد المنظم باذن الله راح ندرس الموضوع ونحاول نحله. وارجوك ارجوك يا بابا فرحان انكم تفكروا معانا، وان شاء الله باذن الله لما نتقابل بكره نحاول ان احنا كل طرف يعني يقول حل للطرف الثاني علشان نوصل للحل وترجعوا لبلدكم باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام واخرتها معاهم. وايش الوضع هذا اللي احنا وقعناها هنا؟ يعني احنا ما راح ناكل الا اذا اشتغلنا؟ يعني كده يا جدي احنا رايحين نموت من الجوع. جزيرة غريبة، كل حاجة فيها متشابهة، البيوت والشوارع والناس كل شيء متشابه. طيب والعمل يا ولدي؟ ترى من بكرة احنا ما رايحين ناكل ولا نشرب، طيب كيف رايحين نعيش اللي نمشي من هنا؟ كيف بس؟ ماني عارف يا مرتب، ماني عارف. لأول مرة الجزيرة بتواجه مشكلة منظمة. لا يا مرتب، جزيرتنا اسمها لا مشكلة، وإن شاء الله راح تظل طول عمرها لا مشكلة. المشكلة هذه مشكلة خاصة وتخصني أنا بس، وإن شاء الله راح ألاقي لها حل. لازم بابا فرحان وعيلته يظلوا موجودين في الجزيرة. كيف يا منظم؟ كيف؟ المسألة معقدة يا منظم. أنا عارف يا مرتب إنها مسألة معقدة، بس لازم نلاقي حل. إحنا ممكن نفكر في إنهم يقوموا بعمل ما يقدر يقوم به أي أحد من الجزيرة غيرهم هم وبس، والعمل هذا لازم يكون في نفس الوقت ضروري ومهم للجزيرة. ساعتها الغرباء يقدروا يشتغلوا في الجزيرة من غير ما نخالف قانونها. كلام جميل يا منظم، بس إيش هو العمل هذا وإنت عارف إنه الجزيرة وأمورها كل شيء ماشي فيها على خير ما يرام؟ هو هذا اللي لازم نفكر فيه يا مرتب. تشغلي دماغك وتستغلي الخبرة حقتك سمورة، يا سلام حتطبخي لنا طبخ آخر تمام بالدجاج. نعم يا أم الخير. إيوه سمورة، أسمع نعم. أنا عارفة سمورة إنه ما عندك لا دجاج ولا رز ولا ملح ولا أي حاجة سمورة. يعني الحاجات دي ضرورية يا سمورة،
بسيطة يا سمورة ممكن نستغنى عنها. يلا خير تتجننيني كيف بنخرج من خيبة الدجاج نفسه؟ وفي خبرتك يا سمورة، في خبرتك يا سمورة، أنا أضرب بيك المثل بين البقر يا سمورة. إيش يعني يا سمورة؟ قولي لي أنت، إيش يعني إنك تطبخ دجاج من غير دجاج؟ أم الخير؟ أنا طفشانة وجيعانة وماني مقصدك. يعني إيه يا سمورة؟ يعني إيه؟ يعني هنفضل في الحال ده عقل جوع لمتى يعني؟ لا، بصراحة كده هذه ما هي طريقة. إننا إحنا نموت من الجوع من غير ما حد يسأل عننا فينا؟ أنا عارف يا أبوي أنا عارف، بس دحين عندنا موعد مع المنظم علشان نروح له ويمكن يشوف حل. الله، طيب وإذا ما وصل إيش رايحين نسوي يعني؟ وقتها هيحلها حلال. هيا هيا يا أولاد، يا أولاد هيا قوموا. أنا بدي جاندر يا بابا. الله ولا 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 أنا يا أبويا بصراحة أنا طيب هيا هيا قوموا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ولدي الله يخليك، خلينا نروح نشوف المنظم حقهم ده إيش يبغى يسوي لنا. ولا شيء، إحنا طول الليل بنفكر لكن ما في فايدة. طيب والعمل؟ ما إحنا عارفين. يعني إيه الكلام الفاضي ده؟ بس كده إحنا رايحين نموت من الجوع وتصير أنت اللي قتلتنا، يعني مجرم؟ يعني مشكلة يا جزيرة لا مشكلة. معاك حق يا ابويا، معاك حق. إذا لازم يا منظم تشوف حل حتى لو كان يخالف قانون الجزيرة علشان أنت لا تورط في مشكلة. معاهم حق يا مرتب. طبعا معانا حق. بس يا منظم لو فكرت إنك تخالف قانون الجزيرة بعد كده لازم تقول لأهل الجزيرة. وكفاية كفاية منظم إنه الأهل الجزيرة كلهم زعلوا لما جلسوا ببيت والدك الله يرحمه. يا سلام، يعني ايه قصدك كنتوا تبغوا ترمونا برا في البحر؟ ايوه مرتب، بس انا حر في قراراتي وانا هنا المسؤول عن تنظيم الجزيره من خلال قانون الجزيره منظم، لكن مخالفه القانون لا. ايوه بس انا فاهم مصلحه الجزيره كويس، وكمان لازم اهل الجزيره تعرف انت ايش بتسوي يا منظم. يعني تبغاني اعدي على كل واحد في بيتهم اقول لهم ايش بسوي يا مرتب؟ وليش لا يا منظم؟ يا جماعه اهدوا اهدوا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شايف شايف لما الأغراب دخلت بيننا يا منظم كيف بدأنا نختلف؟ معك حق، معك حق يا مرتب، وفعلا حكماء الجزيرة كان معاهم حق لما منعوا استضافة أو دخول الأغراب. اسمع أبو فرحان، أنا ما عندي أي حل حالياً لموضوعكم، وبصراحة ما راح أقدر أغير قانون الجزيرة علشان الأغراب. عجيب، يعني مين اللي عنده الحل؟ روحوا لحكيم الجزيرة، إما يديكم خريطة لبلدكم عشان تمشوا من هنا، وإما يلاقي حل حكيم علشان تجلسوا هنا. أنا ماني لاقي بلدكم عادي، وماني عارف جبتوا الاسم هذا من فين، بس أهو من أمس وأنا جالس أدور في كتبي وأفتش وأدور ألين نظري ضعف. الله، إيش هذا يا حكيم الجزيرة؟ ثلاجة، غسالة، ما أنت شايف إنه كتاب؟ أنا عارف إنه كتاب، أنت بتدور على خريطة بلدنا في كتاب طب. طب؟ كيف يا ولدي؟ الكتاب هذا اللي في يدي كتاب طب. ايش اللي دخل كتاب الطب في الجغرافيا يا حكيم الجزيرة؟ انا ماني عارف انت وهو كده منفعلين ليه وعشان ايه؟ طيب ايش المشكلة؟ المشكلة انك انت بتدور في المكان الغلط. مستحيل 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 مستحيل، انا حكيم الجزيرة ابويا وجد. بس خلاص، بلا ابوك بلا جدك هلكتنا يا اخينا من اول. ابويا وجد ابويا وجدي هو ايه؟ احنا نبغى نفهم انت ايه؟ اخذ الحكمه هذه بالمشعاب ولا ايه؟ ايه دخل الطب يا اخينا في الجغرافيا؟ مين هذول الطب والحافيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مين حافيه؟ انا قلت حافيه دحين. يا ولدي الله يخليك تفهم هذا الادمي يا حسن، انا ما ابغى ازيد.
الجغرافيا هو العلم اللي انت رايح تلاقي فيه خريطة البلاد كلها. طيب الكلام هذا اللي انت بتقوله في عندي منه هنا في الكتب؟ واحنا ايش عرفنا فيه عندك ولا ما عندك يا حكيم؟ اكيد رايح تلاقيه. على العموم يا سيدي انا مستعد ادور عليه في المكتب. لا 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 اضحك تمسك المكتب هذه انا استخدمها لوحدي، هذه مكتبة ابويا ومكتبة جدي. لا اله الا الله، رجعنا تاني لابوك وجدك يا حكيم. نحن فاهمين انه هذه مكتبة ابوك وجدك، بس ارجوك ارجوك بسرعة خلصنا يا حبيبي. طالما انت تقول بسرعة وخلصنا كان جيتني قبل شهر ولا شهرين عشان انا اعرف ادور على مالي. يا لطيف يا لطيف. طيب ممكن اسألك انت يا عم حكيم؟ اتفضل يا حبيبي انا تحت امرك. ام الخير هذه تجرب لك ايش؟ هي مع السلامة. هيا يا ابوي هيا. استنى انت هي. هو استنى ايش قال هو؟ أم الخير؟ طيب خليني أدور عليها في الكتاب هذا، خليني أشوف مين أم الخير هذه. أوه أنا جيعان. أنا زيك. وأنا راح أموت من الجوع. الجزيرة ده كيف صار حكيم؟ يا ابويا يا ابويا ايش في شيء صح في الجزيرة اساسا علشان يكون حكيمها حكيم فعلا؟ طيب وبعدين يا ولدي ايش رايحين احنا نسوي دحين؟ ماني عارف ابويا، احنا كأننا في سجن. انا ماني عارف كيف اخرج من الجزيرة هذه، وكمان الجلوس فيها رايحين نموت من الجوع. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، ما نعرف ايش ارجع اقول للاولاد في البيت دحين. اقول لك البحر هذا قدامنا والعدو ورانا زي ما بيقولوا، ها خلينا احنا نصطاد من البحر واللي يجي يتكلم ولا يهمك. انا رايح اضربه على راسه بهذه الحصايا طخ كده لين انا الدراع جنب راسه. ما انت رايح تقدر يا ابويا. ليه السمكة يعني رايح تخرج تقول لا انتوا غرباء لا تاكلوني ولا ايه؟ لا بس كيف يا ابويا رايح تصطاد من غير ادوات صيد؟ الله بيدنا يا ولدي. ايش بيدنا؟ ايوه بيدنا. ها امشي انت معايا بس وعني ولا تبغانا نبقى هنا عشان نموت من الجوع؟ هيا امشي اقول لك. يا ابويا اسمعني بس اسمعني. هيا امشي خلينا نصطاد بيدنا كده بيدك كده في طخ اللي انت مسكت السمكة، وانا كمان بالعصاية حقتي هذه ادي السمكة كده خبطة واحدة على راسها علينا ندوخها وبعدين امسكها. يلا. وبعد كده العظيم لما جاني راح لهم الحق يا منظم انجدني يا مرتب. ايش بك يا مسعود؟ كارثة يا منظم كارثة. الله اكبر كارثة؟ اصحك تقول انها مشكلة. فعلا يا مرتب الله اعلم انها مشكلة. لا مسعود احنا جزيرتنا ما فيها مشاكل، لا يمكن طبعا تكون مشكلة. اتكلم مسعود ايش اللي حاصل؟ ابني الكبير يا منظم ضرب اخو الصغير ده. الحقوني
ايش؟ مستحيل، مو معقول. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت متاكد من الكلام هذا؟ متاكد جدا يا منظم. اكيد اكيد انت بتحلم. لا 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 لا، يا ريت يا ريت كنت بحلم يا مرتب، يا ريت. لا 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 يا مسعود، لا تحاول تقنعني انه في جزيرتنا ممكن يحصل هذا الشيء. صدقني يا منظم، حصل، صدقني حصل. انجدوني يا جماعه، انا عارف ايش اسرعون. ايش الكلام الفاضي هذا اللي انت قاعد تقوله؟ اكيد اكيد انت ما انت طبيعي. اذا ما انت مصدقني تعالوا معي البيت وشوفوا بنفسكم. خلاص يا مسعود، روح معايا مرتب علشان تثبت له انه اللي بيقول عليه ده مجرد حلم سخيف وجاي يزعجنا بيه. تفضل انت، تفضل وريني. تفضل يا مرتب. هذه اخر نكته، اخ يضرب اخوه. متاكد يا سحاب انه ما كان حلم؟ لا ما كان حلم فعلا، ابن الكبير ضرب اخوه الصغير. لا اله الا الله، انا ماني قادر اصدق. معقول؟ معقول انه هذا الكبير في الجزيره يضرب اخوه الصغير؟ لا لا مستحيل مستحيل. صدقتني صدقتني لما قلت لك انه ما كان حلم. مسعود لو سمحت انده لي سعد سؤال، روح اشوف الولد بسرعه. في الجزيرة الاخ يضرب اخوه. سعد تعال 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 سعد. ابدا حبيبي سعد، انت شاطر وبطل ولا تخاف من لا من ماما ولا من بابا، خليك معايا. انا مرتب بابا، عارفني؟ شوف يا بابا، لما ماما وبابا قالوا لي وحكوا لي انك انت ضربت اخوك الصغير، قلت لا مستحيل مستحيل سعد البطل يضرب اخوه، صح؟ الا انا ضربته. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ليه سعد حبيبي؟ ليه لسه قاعد اقول انا دوب انك انت بطل وشاطر؟ طب اسمع سعد، انا عارف انك انت في الوقت هذا انك انت كنت بتلعب مع اخوك الصغير وضربته بس بدون قصد، صح؟ الا كنت قاصده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ليه يا سعد يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي يا سعد؟ اول مره تحصل في الجزيره دي يا سعد، حرام عليك يا سعد. طب اسمعني يا سعد حبيبي، خليك معي يا حبيبي. انا متاكد انك انت لما اكتشفت انه هذا الشيء اللي سواه اخوك الصغير غلط قمت انت وقفته عند حده وضربته، صح؟ لا انا ما احب اخوي، ما احبه، بكره. كفايه يا سعد كفايه، حرام عليك يا سعد، حرام عليك. بس خذ الولد، خذ الولد جوا يا سعاد بسرعه. حرام عليك يا سعد، حرام عليك. مسعود انت متاكد يا مسعود انك انت من اهل الجزيره؟ طبعا متاكد. ما هو كمان هذه الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها. يعني ايه؟ يعني يا مسعود جزيرة مشكلة تحصل فيها مشكلة؟ لا لا يا مسعود لا، الجزيرة الجزيرة هذه بدون مشاكل، والمشكلة هذه لازم تنحل، لازم تنحل اليوم قبل بكرة. تقصد حكيم الجزيرة؟ ايوه مسعود، هو في غيره؟ حكيم الجزيرة لازم يشوف لنا حل، لازم يا مسعود، لازم يا مسعود. انت ايش حكايتكم؟ فجأة كده تذكرتوني؟ ما أنا نايم ليا سنين، ما حد سأل عني ولا حد دور عليا. يا حكيم يا حكيم، هذه أول مشكلة حقيقية بتواجهها الجزيرة. عمرك سمعت؟ عمرك سمعت عن أخ بيضرب أخوه؟ أخ بيضرب أخوه؟ هي فعلا مشكلة، بس يا مرتب أنا ما أعرف كيف أحلها. بس أنت حكيم الجزيرة يا حكيم. أنت عارف يا مرتب إنه الحكمة دي أنا أخذها وراسة، يعني الكتب هذه اللي أنت شايفها أنا ما أعرف إيش فيها وعمري ما قريتها، وأول مرة بتواجهنا مشكلة زي هذه. أنت عارف إنه الحمد لله إحنا عايشين في أمن وسلام وما عندنا أي مشكلة، وهذه الكتب من أيام جدي الأول. طيب أنا ليه أتعب نفسي وأقرأ؟ طب والعمل دحين لحل هذه المشكلة يا حكيم؟ بسيطة، قولوا له هذا اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سعد. قولوا لسعد هذا لا تضرب اخوك يا سعد. يا حكيم يا حكيم، هذا ما بيضربه بس، ده بيقول بنفسه انه بيكرهه. بيكرهه؟ يا مرتب يا مرتب، الاولاد اللي عندنا في الجزيرة مطيعين يا مرتب، يعني قولوا له لا تكرهه، هو ما راح يكرهه،
وبعدين يعني لا تعطوا المشكلة أكبر من حجمها، هذا حدث عارض وحينتهي إن شاء الله. روح روح يا مرتب، روح روح، خليني أنا أقعد أدور وأبحث وأفتش عن بلد الأغراب هدول عشان يرحلوا عننا ونخلص منهم. خلاص خلاص أبوي أنا تعبت. ول حتى السمك حقهم عاصي زي أهل الجزيرة. ول بس خلاص خلينا نمشي، الظاهر إنه ما في أي فائدة هنا من القعدة. إيه أقول لك أنا عندي فكرة تانية. فكرة تانية؟ طيب ما تقولها بل تجيب فكرة تجيب فائدة. تعال نروح للمنظم وهناك أنت تعرف. تعتقد يا مرتب إنه سعد بن مسعود راح يسمع الكلام وما يكره أخوه؟ أنا ما راح أعتقد المنظم. ليه؟ لأنه المفروض يحب أخوه ما يكرهه، وما محتاج أحد يذكره. صح كلامك صح، بس هذه مشكلة ولازم نلاقي لها حل قبل لا تزيد. طيب والحل يا منظم؟ ماني عارف ماني عارف. يا منظم أنا عندي حل. إيش هو يا أبو فرحان؟ أتكلم أتكلم بسرعة بابا. قول. ول إيش بهم هدولة؟ والله ماني عارف إيش بهم. إيش مستني يا أبو فرحان؟ أتكلم. شوف يا سيدي، الحل اني انا اخرج مع الصيادين واصطاد معاهم، واللي نصيده نعطي نصه للجزيره والنص الثاني ناخده نحن. وايش دخل ده في مشكله سعد؟ سعد 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 مين سعد ده؟ اجل انتوا كنتوا بتتكلموا عن مين؟ بنتكلم عن مشكلتنا نحن. اه انتوا بتتكلموا عن مشكلتكم انتوا؟ انا كنت فاكر انكم لقيتوا حل للمشكله اللي احنا فيها. جزيره لا مشكله صار عندها مشكلة. هو يا جدو سرحان هو هذا اللي حصل. المشكلة ان احنا عارفين نحل المشكلة. وايش المشكلة هذه؟ تصور تصور يا بابا فرحان، اخ يضرب اخوه. شيء ما يصدق عقل يا بابا فرحان. وايش هو اللي ما يصدق عقل؟ هي هذه المشكلة يا منظم؟ ايوه يا بابا فرحان، انا عارف انها مشكله كبيره وعويصه، علشان كده احنا محتارين في حلها. ايش فيكم يا جماعه؟ ايش بكم تضحكوا؟ ولا شيء مرتب ولا شيء، احنا اسفين. نحن بنضحك لان المشكله هذه موجوده عند كل الاطفال. ايش؟ معقول يا بابا فرحان؟ المشكله هذه موجوده عند كل الاطفال؟ طبعا. وياما وياما في أطفال بيتضاربوا وأخوان كمان بيتضاربوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا كله موجود عندكم أنتوا؟ مو عندنا وبس، في كل مكان، بس الظاهر هذا شيء جديد عليكم أنتوا. طيب كل يا بابا فرحان، المشكلة هذه لقيتوا لها حلول؟ أوه طبعا لها حلول كتير. والحلول هذه حلول ناجحة؟ طبعا. طيب أبو فرحان قل لنا على حل المشكلة هذه. الله يخليك. إيوه أبو فرحان، كيف نخلي سعد يحب أخوه الصغير؟ أرجوك قل لنا. ها هو سعد ضرب أخوه الصغير؟ إيوه تصور البشاعة، وقال كمان إنه بيكرهه. أوه ها واضح واضح. أنا إن شاء الله رايح أشوف لكم محل المشكلة هذه. شكرا شكرا يا بابا فرحان شكرا. انت بكده يا بابا فرحان حتقدم خدمة كبيرة جدا للجزيرة. ايوه بس لا تنسى اني ماني رايح اسوي اي شيء الا اذا وافقتوا على طلباتي. طلباتك؟ طب وايش هي الطلبات هذه يا بابا فرحان؟ بكرة بكرة يا أولاد نتلاقى في نفس الميعاد، بكرة بكرة يا أولاد نتلاقى في نفس الميعاد. بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان يا يبلك يا علشاني، بابا فرحان.